الرحمن الرحيم. شمس الدين القرنفيلي، أستاذ النحت الفراغي والميداني وعميد كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها. النهاردة مشاركتي في سمبوزيوم النحت الدولي اليوبيل الفضلي، مرور 25 سنة طبعا على بداية وانطلاق سمبوزيوم أسوان الدولي. اليوم النهاردة الحقيقة أنا بتناول عمل فني من أعمالي عن يعني فلسفة ذاكرة الوجود والأطياف عموما، ودايما بنستدعي من الذاكرة، أحيانا بنشتاق لحد، بنحتاج لحد نكلمه، ففي عد علينا وجوه كتيرة جدا وذكريات كتيرة جدا. فهنا يعني بقوم بتنفيذ عمل مستوحى من روح الحضارة المصرية القديمة في يعني جمالياتها، سواء كان التعامل مع الخامة أو يعني جماليات التشكيل أو إنشاء العمل.